انتصار مهم بيان سور في المرحله هذه على ترجي الرياضي. ماش ما يتعاملوش ساهل، ماك تعرف ضغط علينا نحن قدام جمهورنا، وكما نقولوا احنا عباره في قاعتنا قدام جمهورنا. دونك الديبو نتاعها كانت صعيبه شويه، بونتو. دونك خذينا سكور في الفام تاع البريمير ميتون. اهم حاجه الدخله نتاعنا في الدوزيام ميتون، خاطر تعرف مع الترجي ما تنتظرش راه الترجي باش تهبط يداه في الشوط الثاني. دونك لقينا الترجي واقفه، واهم حاجه احنا كنا واقفين، والانتام تاع الدوزيام ميتون كان باهي. العامل الذهني الاولاد كيما نقولوا احنا عداوا فتره صعيبه نتاع الدوبو نتاع السيزون. دونك وتوا الوقفه نتاع المسؤولين وراء النادي المجموعه، وهز من المعنويات نتاعهم مهم ياسر. دونك الملاعبيه راهم موجودين، الملاعبيه كيما نقولوا احنا عندهم في ايديهم، عندهم في ساقيهم. تبقى كي نبداو واقفين وناسنا وصحاب ومسؤولين موجودين معانا وكل معانا والجمهور يدز معانا باذن الله ما يكون كان عليه راهو وجوده، وهو حتى في معناه مازال معناه كي رجع وجوده مهم، وجوده في التمارين مهم، في المباراه مهم، خاطر عليه راهو مش معناها في الملعب، عليه حتى في الفيستير البرة من التيران معناها مهم ياسر. البرة مع اصحابه جوار محبوب، وجوار كي يبدا في وجه العطاء نتاعو يعطيك اضافه كبيره، وهكريتو معناها اليوم عليه تسمى في البريمير ميتون زوز ولا ثلاثه كور حط، ومازال ننتظروا منه في المرحله الجايه احسن منها. طبعا نقاط لا مازال 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 برشا خدمه بالنسبه لي انا، مازلنا ما عملنا شيء. هذا راه انتصار معنوي اكثر من واحد، راه مازال معنا مع النجم الساحلي وبعد المرحله الاخرى، وما نعرفوش شنو النتائج الاخرين. ان شاء الله نكون avec prestation pareil rendement exceptionnel sur tous les plans les lignes كل خدمه اليوم. شوف عندنا تو خمسه سته ماتشات ورا بعضهم قاعدين نلعبوا بالكدا، رجعت الفورمه كيما قلت لك، معناها رجعت الامبيونس الباهيه نتاعنا، كل الشك هذاك نتاع بدايه الموسم الكل هذاك خرجنا منه، قلت الثقه هذيك رجعت الثقه للمجموعه. الملاعبيه هذونا ريتهم تعطيهم الثقه ويبداوا جوهم باهي ويبداوا شيخين والمسؤولين وراهم. هكريت الشونجمون والجمهور راك واقف ترى منهم كان الكوره باذن الله.